عمليات القصف المدفعي وكذلك الغارات الإسرائيلية لم تتوقف خلال الساعتين الماضيتين. هنا في وسط القطاع وتحديدا في مخيم النصيرات كان هناك غارة إسرائيلية على منزل يعود لعائلة الزدودي تحديدا قرب ما يعرف بالنادي الأهلي وسط مخيم النصيرات. الغارة الإسرائيلية أسفرت عن وصول عدد كبير جدا من الإصابات كلهم من الأطفال والنساء وكذلك المارة. هذه المنطقة يعني يتواجد بها مدرسة تسمى بمدرسة أبو عريبان إضافة لمدرسة أخرى وهي يعني مدارس تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين وتأوي عدد من النازحين الذين يعني يتواجدوا داخل هذه المدرسة. الطائرات الحربية قصفت هذا المنزل وأوقع عدد من الإصابات وصلوا هنا لمستشفى الشهداء الأقصى فيما تمكنت قبل قليل طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول لعدد من الشهداء وصلوا لمركز العودة الطبي بمخيم النصيرات ومن ثم سيتم إجلائهم ونقلهم باتجاه مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. 4 من الشهداء وصلوا من مخيم النصيرات بفعل عمليات القصف الإسرائيلي المتواصل سواء من قبل الطائرات الحربية لمنازل المواطنين أو حتى من خلال القصف المدفعي المتواصل على أطراف عدة بالنصيرات المغراقة ومنطقة المخيم الجديد. لكن الأحداث البارزة لهذا اليوم أن قوات الاحتلال منعت إدخال 17 شاحنة كانت بطريقها باتجاه مدينة غزة وأجبر الاحتلال يعني من يقود هذه الشاحنات على إفراغ هذه المعونات وكذلك المساعدات قرب مفترق نت سريم والعودة بدونها لوسط القطاع ومناطق الجنوب. ما دعا عدد كبير جدا من الناس ربما هذا فخ يعني أقامه الجيش الإسرائيلي ما دعا عدد كبير جدا من الناس للتوافد صوب منطقة نت سريم لاستلام أو لنقل هذه المساعدات والحصول على الطعام والغذاء. قوات الاحتلال باشرت بإطلاق النار وكذلك القصف المباشر من خلال المدفعية الإسرائيلية أدى ذلك لارتقاء 6 من الشهداء بهذه المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الذين حاولوا الحصول على الطعام وكذلك المعونات الغذائية قرب منطقة نت سريم إلى الشمال من وسط قطاع غزة. لكن ما وصل لمستشفى شهداء الأقصى حتى هذه اللحظات هو شهيد طفل وهو فارس البنا. هذا الطفل الذي لا يتجاوز 13 عاما إضافة لعدد كبير جدا من المصابين لربما خلال الساعة الماضية كانوا معنا على الهواء مباشرة لحظة وصول سيارات الإسعاف لمستشفى شهداء الأقصى. هذه الإصابات جلها بعمليات إطلاق نار وكذلك شظايا بكافة أنحاء الجسد في منطقة الظهر في منطقة البطن والرأس وصلوا هنا لمستشفى شهداء الأقصى. الغريب بأن الإصابات بالحقيقة هم من الأطفال وكذلك الفتية الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما هم صغار حاولوا الوصول لتلك المنطقة لحمل يعني أكياس الطحين وكذلك المعونات الغذائية التي الاحتلال أجبر الشاحنات على إفراغها قرب مفترق نت سريم ولم يسمح هذا الاحتلال الإسرائيلي لهم بالدخول صوب مدينة غزة. لم تكن هذه الغارة وهذا الاستهداف هي الأولى سبق وحدث في ساعات صباح هذا اليوم والليلة الماضية قرب مفترق الكويت بعد أن تمكنت 15 شاحنة من الوصول لمدينة غزة ولحظة انتظار المواطنين الجوعة يعني هذه الشاحنات للحصول على الطعام باشرت طائرات الاحتلال واستهدفت هذه التجمعات المدنية وأوقع ذلك عدد من الشهداء وكذلك الإصابات. يعيد بنا الحدث لمجزرة النابلسي شارع النابلسي تحديدا شارع الرشيد غرب مدينة غزة عندما استهدف الاحتلال الناس المواطنين النازحين وكذلك المحاصرين في تلك المنطقة ما أوقع أكثر من 100 شهيد وكذلك أكثر من 1000 إصابة وصلت لمستشفيات مدينة غزة وشمالها. الصورة على حالها هنا وسط القطاع لا تزال الإصابات تتوالى وتتوافد هنا لمجمع شهداء الأقصى بفعل الاستهدافات المتتالية والتي كان آخر عملية استهداف منزل يعود لعائلة الزدودي وسط النصيرات.